سراج ناصر. يا شيخ أحسن من كتم. معايا أنا نواف قاري وخالد عبد المنان. سراج سراج. يا بوي خلي الواحد يشرب الشاهي اللي عليه حبك هذا ما يتعوض. إيش عندك؟ مين قصدك على عبد العزيز؟ يا واد ايش قصتك انت؟ ما عجبك عجب ولا الصيام في رجب؟ ايوه هذا عمر برضو. ايه سوالك؟ ما يعطي ايه كمان؟ حسبي الله عليك يا ناصر. ايش وضعك انت؟ ما خليت احد ما حشيته. اتكلم يا بوي. ما نتكلم في نكتاب الناس وتقعد تقول لي نتكلم؟ لا تفتح موضوع زي الأوادم والناس كده. الواحد إيش يستكن وهو بيشرب الشاي معك؟ يا إما لا تجيب لي سيرة الناس وغيابهم يا ناصر. كمان أنا حتى ولسانك مقطوم بتجيب سيرة الناس. يا شيخ اتقي الله يا شيخ. سيبهم في حالهم. ترى انت قاعد بتديهم حسنات وانت ما انت داري. ولا مو بس بتديهم حسنات، ده انت بتاخد من سيئاتهم. يا ناصر اتخيل انك بتاكل جيفة لحم اخوك ميت قاعد تاكله. شايف كيف قرفت؟ يا شيخ يا شيخ لا تجيب سيرة الناس وأعراض الناس ولا تغتابهم. هذه اسمها غيبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس على مناخيرهم في جهنم إلا ما لفظت به ألسنتهم؟ سراج ناصر. يا شيخ أحسن من كتم. معايا أنا نواف قاري وخالد عبد المنان.